الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، أهلا وسهلا بك رائد. أهلا تالي. رائد، في حال تم اتفاق جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي، لازال هناك ممانعة من ألمانيا والمجر، في حال هذا الاتفاق تم، إلى أين ستصل الأسعار وما هي تداعياتها؟ طبعا للإجابة على هذا السؤال، نحن رح نطرح معادلة بسيطة. نحن عندنا الانتاج الروسي هو 10 مليون برميل، يتم تصدير نصف هذه الكمية، أي مقارب بالخمسة مليون. نحن عم نتحدث عن مجموعة أو كيفية تغطية هذا النقص في الانتاج العالمي أو الكمية المعروضة أو العرض العالمي. نحن عم نتحدث اولا في عندنا امكانيه عرض النفط الايراني بمليون و800، وهي صعبه جدا. الاكثر صعوبه منها هي رفع الحظر عن النفط الفنزويلي ايضا بحوالي مليون و800 الف برميل. لدينا النفط الصخري يحتاج 500 الف برميل ليعود، ولكن يحتاج الكثير لأن يقوم بالعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، لأنه متضرر بشكل كبير عملية الإنتاج. فعندنا مجموعة من النقاط الرئيسية اللي هي حتى لو حدثت عملية التعويض، في عندنا صعوبة بالغة جداً بأن يكون هذا سريع التأثير على الأسواق، وبالتالي مع فقدان النفط الروسي بلا شك سوف يسبب فورة في الأسعار ارتفاعات حادة ووصول إلى مستويات أعلى، في ظل عندي طلب يتزايد كذلك الأمر مع خروجنا شيئا من جائحة كورونا، ويعني عودة الطلب إلى ما كان عليه قبل الجائحة. هذه هي المعادلة الصعبة التي قد تحدث في حال خروج النفط الروسي من المعادلة وقيام الدول الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على أن يعني وقت التعامل مع النفط الروسي. بالتالي عملية المعاوضة اللي قد تحدث هي عملية صعبة جدا وتحتاج وقت أطول إذا ما تحدثت عن كل الخامات الأخرى التي ممكن أن تعوض. نعم. يعيدنا السؤال إلى الإجابة أنه النفط قد يضطر للارتفاعات أكثر حدة وصولا إلى مستويات فوق ال 140 دولار للبرميل. طيب رائد، رغم هذه الارتفاعات في أسعار النفط، لا يزال التضخم هو المؤرق الرئيسي للولايات المتحدة. هناك تغيير في لهجة الفيدرالي يعني شن حربه على التضخم الآن. كيف سيكون الوضع بالنسبة للأسواق الناشئة إذا ما تم رفع أسرع من المتوقع للفائدة؟ حقيقة عملية الرفع الأكثر من المتوقع ممكن أن تسبب تآكل سريع في النمو داخل الاقتصاد الأمريكي، لأنه نحن عم نتحدث على رفعات أكثر وأيضاً بكميات أكبر، 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم، وممكن يكون أن عندنا رفعات أكثر. عملية تشديد السياسة النقدية بشكل كبير لمكافحة التضخم هي بلا شك سوف تقوض النمو الذي تم تحقيقه، لأنه كمان نمو ممزوج بالتضخم المرتفع والأكثر حدة. فعملية سحب هذه السياسات التيسيرية التي سببت توسع في الأعمال التجارية، ولكن في نفس الوقت هذا التوسع كان مبني على أساس ارتفاع في مستويات التضخم وارتفاع في أجور يعني تكاليف الإنتاج بشكل عام. عملية تشديد السياسة النقدية سيضطر إلى ضغط المشروعات التجارية، وبالتالي إذا بدنا ننظر على كيف أن يتم عدوى هذا الأمر، ممكن نحن نعلم تماما إذا تم تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، العديد من الدول في الاقتصاد الناشئ ممكن أن تتجه مباشرة إلى رفعات في أسعار الفائدة. طب ماذا عن اتجاه الذهب سريعا رائد؟ الذهب ممكن يتعرض للضغط حاليا، وقد يصل في مستويات الانخفاض إلى مستويات 1880 إلى 1870 دولار للأونصة، ولكن لا يغير بالاتجاه العام الصاعد المتفاعل مع مستويات يعني التضخم المرتفعة. بالتالي أعتقد مستويات 1880 ممكن تكون مناسبة جدا لبدء موجة صعود قد تصل بنا مجددا إلى المستويات التاريخية وأعلى منها، اللي هي فوق مستويات 2073 دولار للأونصة. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.